مشاركة واسعة ومميزة من دور نشر عديدة ضمن معرض الشرق الدولي للكتاب في النسخة 36، ومن أبرزها دار سما للنشر والتوزيع الكويتية، والتي تأسست عام 2013 وجمعت ما بين أنواع شتى من الكتابة كالرواية والسيرة وتطوير الذات، كما وتعتبر مشاركتهم في المعرض هي المشاركة الرابعة. صراحة يشرفنا حضورنا ومشاركتنا في معرض الشرق الدولي للكتاب. تم تأسيس الدار في عام 2013 على يد الأستاذ يوسف العيسى والمدير عام مبيعات حمود الإبراهيم، والحمد لله نحن توجهاتنا مختلفة بين إيجابيات تطوير ذات والسيرة والروايات والغموض. يشرفنا حضوركم في دار سما الكويت، هني القاعة الأولى X1. إقبال كبير من الجمهور على إصدارات دار سما التي تم طرحها خلال المعرض، والتي صنفت الأكثر مبيعاً، ومنها أسرار علم الشخصيات للكاتب الدكتور محمد الخالدي، في كل زمان قصة للكاتب فهد البشارة، وكاريزما الأنوثة للكاتبة ريهام الرشيدي. لمحبي القراءة بمختلف أنواعها دعوة لكم لحضور فعاليات معرض الشرق الدولي للكتاب، حيث متعة القراءة وتنمية الذات.